يجوز افتتاح مركز بر الإحسان لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه الشرعية الذي قامت بتمويله منظمة النهضة الإسلامية من أجل المساهمة في تعليم أبناء المسلمين القرآن الكريم وعلومه. وبهذه المناسبة قدم رئيس منظمة النهضة الإسلامية التشادية الشيخ أحمد عيسى حسين العلوي كلمة تطرق فيها إلى أهمية تربية وتعليم الأبناء القرآن الكريم وعلومه. مسرحا لتعليم القرآن الكريم وعلومه بعدة روايات أو بعدة قراءات، كذلك يضاف إليه المناهج التعليمية التي من يعني تحتوي على الدراسات الدراسة النظامية، وكذلك يحتوي على داخليات للأبناء للذكور، ويحتوي المجلس أيضا على داخليات للإناث. كما ناشد الشيخ أحمد عيسى حسين العلوي أولياء أمور التلاميذ بالمحافظة على هذا المركز. فنحن يعني نطلب من جميع أولياء أمور التلاميذ والطلبة يرفعوا همتهم ويدعموا أولادهم ويسجلوا إيالهم عشان يقروا يتعلموا ويقدروا يقدموا الخير لنفسهم ولأهلهم ولوطنهم إن شاء الله. ويتكون هذا المركز من مكاتب إدارية ومسجد لصلاة الجمعة ومرافق خدمات أخرى، ويستقبل المركز طلبة العلم من الجنسين لتلقي العلوم الشرعية من أجل أن يحقق الأهداف التي أسس من أجلها.